اذا هذا اللي كان يعرفنا هذا اللي كان يعرفنا تمام هذا بيسلايد بيسلايد لي فوق هذا مضبوط شويه اكو هذا مثلا مربوط ب شويه زحمه احنا شلون نطلع هذا برا يلا نشتغل ما يعني يكون بعيد عن الشغل اعزائي المشاهدين عندنا هذا الفالف دائما اللي يعطل عندنا ياهو تمام وين هذا الاصفر هذا دائما يكون عندنا عطل هو هذا الفالف اللي قلنا عليه اللي يحول بين الاوتوماتيك يحول بين الاوتوماتيك البارد والحار التدفئه والتبريد هذا شو كثير يعني اول ما مثلا الفتره اللي هي ما بين الصيف والشتاء يعني نجي نحول كل فتره على التبريد لو بات يشكل هو يشكل هو عنده هو اللي عندنا هنا البواري اللي هو بين الحار والبارد واللي راجع للكمبرسر هذا هو اكو بداخله بستم البستم ينسحب يعني عن طريق هذا الملف فهو من ينسحب راح يكون يحول بين البواري اللي هو بين الحار والبارد تمام هسه احنا ايش راح نسوي؟ احنا هذا نبدله لازم هذا شلون نبدله لازم الغاز كله يعني نطيره لانه ماكو قفل للغاز فترجع من تبدل تغير الغاز مره لازم من تبدل اكيد لازم تبدل ترجع تسوي تحط الغاز اول شيء تسوي مثلا عمليه تنظيف لانه هذا راح يدخل هواء الهواء راح يسوي لنا مشاكل بداخل الكمبرسر اي راح يتفاعل ويا دهن الكمبرسر في حال يعني يسوي لنا مشاكل بال ايام المقبله يعني مثل ما قلت انه هذا هو اكثر عطل يصير ايضا أكيد. مثل المتسعه يعني أكيد. فاحنا لانه هذا بغاز مو صحيح أيه. ما نريد نحرم الغاز ويطلع الغاز لازم نشحن الغاز صعب ثم انت حكيت لي لازم تفريغ نعم. المكان فراح تشرح لنا على القطعه نفسها مو صحيح اكيد اريد نجيب واحده جديده زين لبس هاي القطعه هي اكيد مشاهدينا الكرام هي اللي ما نريد احنا نفتح الجهاز هذا اللي هو هي هياته نفسها هاي القطعه الجديده شو شغلتها احكينا عليها هو يكون تلف هو يكون تلف هو بداخل هو بستم داخله يكون تلف ب يعني اكو مثلا كواليتي مثلا مالته ضعيف زي. نوعيه مالته تعبانه ف مثلا بعد سنتين ثلاثه يكون راسا يعني يتلف اللي بداخله فما يحول بين البارد والحار الكهرباء ما لها علاقه بهالموضوع لا الكهرباء هي تمر هنا عبر ملف زين. هو هذا الملف تجي يجي كهرباء يسحب البستم يحول بين الحار والبارد البارد بين التدفئه والتبريد وصلت الفكره اوكي اعتقد يعني بما انه هو هذا جديد ايه؟ احنا لازم نفرغ غاز هذا ويعني عمليه شويه صعبه وحتى المتابع ما راح يحتاج انه اكيد اكيد يعني يحتاج مثلا اي اكيد لازم نصلح لانه اللحين مالته يعني موي واحد مثلا لازم مصلح او قسطه خاص بها يقدر يلحم هذا الشيء زين اوكي ننتقل لشيء ثاني العطل الاخر اوكي هيك؟ ننتقل ان شاء الله للعطل الثاني ان شاء الله يلا خلينا نروح نسال العطل الثاني وكنت اطلع مثلا باليوتيوب كانت اكيد اكيد هو لازم هي انت الشيء اللي تريد تتعلمه لازم يكون من داخلك يعني حتى تفلح بيه تحب هذا المجال أكيد. حتى انت احنا هسه لازم نفحص مثلا الفيوز هذا يعني تشيك هذا الفيوز اللي هو لونه ابيض هذا اللي هو هذا لونه ابيض مثلا يقرا هسه مثلا يقرا عندنا المقاومه اي لازم ايش قد يقرا هو طبيعي مالته هو ما يعني لا مقاومه متردده زين اوكي يقرا عندنا مقاومه معناته ما بيقطع الفيوز حلو اوكي نقدر احنا نبدله احنا نشيله موجود يم الكهربائيين هذا الشيء نقدر احنا نشيله ونحطه بمكانه فيوز ويشتغل الكارت كلش عادي زين اوكي نقيس غير شيء بس خلي انا اريد اجرب انا اعرف شلون بس يعني لازم. مثلا ما لازم تشكين مثلا اذا شكين بالمحوله وين شلون المحوله ما نعرف تعبر كهرباء هم خلال المقاومه نقيس نفحص المقاومه مالته شويه هنا زحمه لازم تعرف يعني الرجل مالته بالضبط اكيد اكيد لازم نعرف احنا ايش وقت وين المكان مالتها زين تشيك هذا هذا مو صحيح هاي زين ايش يطلع لنا هناك بالشاشه المفروض مقاومه ارقام اوكي بالملف الداخلي بها احنا هسه حددنا المكان مال المحوله اللي هي هاي اذا هاي 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 موجوده اذني حط عليهم اوكي هذول مثلا لو هذول هاي ايش قد هسه
طلع عندهم قرب مقارنة. اذا ابي اشيل ولا ما ابي اشيل؟ لا اذا ما ابي اذا هذا الكارت هو ما ابي سليم يكون سليم. يكون سليم. سوينا عملية فحص احنا على هذا الكارت يعني الاعتبار وتعلمنا شلون يعني نعرف انه هل هذا الكارت بيشي ما بيشي سليم غير سليم. الامور اللي هي ممكن تقضيها الكهرباء وتخربها الكهرباء الفيوز المحولة يعني اشياء يمكن هذا بالنسبة لي كشخص يعني بعيد عن هاي الامور يدق الباب بالتبريد يدخل البيت يصلح كل شيء انا بعيد عن الموضوع كل اول مرة انا اشوف هاي الاشياء يمكن اي واحد بمكان مو صحيح اول مرة يتعرف على هاي الاشياء يعني الغريبة. شكرا عبد الله. شد البراغي معك تمام لازم يقعد للمكانين شوي نازل تمام اوكي بعد شنو؟ بعد جوه؟ بس ما ادري بين تمام مقال اخر برغي احنا كملنا اوكي من الصيانات الخارجيه هسه نرجعها هنا اي نرجعها صح تمام بس طبقة على المشاهد يلا احط الميز يعني ستعتبر الصيانة الخارجية اللي هي القطع الخارجية اللي تكون دائما لو بالباركونة او بالسطح يعني الاشياء الدورية اللي دائما تتكرر المشاكل بيها صلت نظر عليها. هسه نروح على الاشياء اللي هي داخلية مو صحيح؟ داخلية الصيانة الدورية خلينا نروح هناك ونشوف شنو الموضوع اوكي شكرا الكرام وصلنا الى مرحله العمل الداخلي خلصنا العمل الخارجي القطعه الخارجيه اللي تكون بالسطحيه حاولنا يعني شويه نتدارك الموضوع الاعطال اللي هي دائما تمر بالمواطن العراقي مو صحيح يواجه بسبب الكهرباء طبعا بسبب اعطال اخرى شفتوا هسه القطعه الداخليه اللي هي بداخل المنزل اللي غرف النوم بالاستقبال باي مكان هم هي عمليات صيانه لازم أكيد. بين فتره الزبون يعني. لازم هي الصيانه الدوريه طيل من عمر الجهاز تحافظ لك على المكان من التلوث يعني الهواء يعني يكون مو متلوث بالاضافه الى انه هي راح شو اسمه تقليل لك من يعني السحب للكهرباء راح اكيد هاي مهمه اكيد فدائما لازم الزبون يسوي عليها صيانه دوريه خصوصا بين يعني خصوصا صيف وشتاء شتاء وداخل هم الصيف مثلا نهايه الموسم احنا جونا باتربه صح لازم احنا تكون صيانه دوريه للجهاز نسوي صح. مثلا نبدل فلاتر نقدر نفتحها نفتحها مو صحيح هاي هيك نزلها تمام هاي اوكي راح تطلع عندنا الفلاتر هاي تكون عندنا وسخه دائما احنا ما قاعد نفتح هذا الجهاز هو نظيف يعني بس لكن نقدر حتى نوصل فكره ننظفها احنا دائما نغسل عادي غسل طبيعي اكيد نغسلها بالمي ماكو اي مشكله نطفي الجهاز وننظفه بالمي ما عندنا اي مشكله ونرجع نشكلها زين صدق يعني هذه مهمه ولا نطفي الجهاز والله ايش قد نقدر نفتح الجهاز ولا ما نطفيه ما عندنا اي مشكله نطفيه مباشره اي نطفيه مباشره ونقدر نشغله ورا ما نحط الفلتر يمكن حتى يعني العراقيين اعتقد يعني عندهم خبره فيها ماكو احد يعرف شلون يبدل الفلتر او ينظف اكيد تقدر توصل الفكره بصوره عامه يعني اكيد اشتغلنا بالقطعه الداخليه والخارجيه ووصلنا الفكره بسرعه ما خرج على هذا لان احنا هسه اعتقد يعني وراء هذا الشغل كله وصلنا الى مرحله انت لازم تقيم شغلي انا يعني انا من اول ما طبيت جيت عليك شفتني متعاون انا اسمع
اسمع الكلام ثم احنا نقول صانع زين لو مو زين. لا تمام مو زين. بدينا اول شيء فتحت انا البراغي هذه وبعدين بدلت هاي القطعه شو اسمها الكابستر المتسع اللي هو في حاجتي كهرباء قويه يخرب ويعطل. اكيد هي تتلف هي دائما مو صحيح. وبعدين شو اللي غيرناه وها خلت فكره عن هاي الفالف اللي هو اللي يبدل بين الاوتوماتيك خريطه كارت والكارت اللي هم قدرنا وحده وحده من 10 ايش قلت الطيني بداية الفتح مثلا فتح الجهاز اعطيك يعني 8 من 10 طيب اعتبار اول مره يعني مو صحيح انت كل ما تقيم يعني فكر انه هذا الشخص لاول مره يجي ويتعلم هاي الشغله 8 من 10 8 من 10 مخرج الطانه طن اول طن زين ثاني شغله اللي هو الكابستر هذا لما انا فتحته وغيرته شنو رايك بيه زين مو زين والله كلش سهل يعني كل زين ايدك ما شاء الله يعني سهله بالبل وهي الشغله يعني هي بس برغي تفتحها وتبدل هي بس سهله بس توجيهها وتتعلم الموضوع قبلها يعني طن نقدر نقول اسوي طنه هيك بيدك سوي طن زين واخر مرحله اللي هي اللي تعلمتني على الدور الكهربائي على الكارت استخدمنا هذا الجهاز ويعني بصراحه هو كان مو سهل انا شفته وحتى انا يعني شخصيا ما عرفته يعني لأنه هو يحتاج خبرة أو فد يعني ممارسة طويلة أكيد مو صحيح حتى يعرف يحدد العطل ويعرف شلون يبدل مثلا المحولة يبدل شغلات ثانية داخل الكارت أنت هسه أنا أعرف شو حتقول لأنه هو جاك أوردر من هناك قال لك مو صحيح تسويها هناك حتى يرتاح المخرج بس سويها هيجي شكرا عبد الله تعبناك أكيد اليوم وصلنا إلى آخر فقرة من برنامجنا هي فقرة